أم درمان عاصمة الثقافة السودانية. طيب أم درمان طبعا كثير من الناس يعتقد أنها نشأتها تعود إلى المهدية، الواقع أبدا، نشأتها منذ العصر الحجري كما ذكرت، واعترتها ظروف بتاع هجر وعمران، هجر وعمران وتخريب وتكثير. يعني أم درمان خربت لأول دخول إسماعيل باشا السودان، وكذلك كل المدن السودانية خربت ثم نشأت من جديد. طيب ذكرنا أم درمان، لكن أريد أن أقف في محطة لأنه ذكرت العلل. وأم درمان الحقيقة أعادت بناءها المهدية لأنها كانت خربت أيام التركية، وإن كان فيها نعشة بسيطة. وأم درمان يعزى وجودها لأنها هي سوق تستقبل كل الوارد من غرب السودان، بل ومن غرب أفريقيا ومن جنوب السودان بالنيل الأبيض. وسنقف وقفة طويلة عند أم درمان، لكن أم درمان لم تتدهور أسباب العمارة فيها اليوم، بل ولد هذا المشهد مع المهدية، يعني الأزقة الضيقة والمباني القصيرة وهذه الأشياء، لأنه دي تشهد فلسفة المهدية. كلكم عارفين إنه حتى الملابس قال لهم ما تلبسوا لون واحد، تلبسوا مرقع عشان ما يكون في فرق بين الفقير والغني، تلبسوا مرقع. فحتى لما تمشي السوق ده تفصل جلابية 4 أمتار تشتري متر من كل لون، والترزي بعدين يقطع كل متر ويخد لك الرقع هنا جديدة لنج تكون مرقعة. بعدين بالمناسبة حصل فيها تشكيل لبعض الناس المعنيين بالتشكيل الفني، بقت بعد ذاك الرقعة جزء منها يتعامل هنا في اللياقة، جزء منها يتعامل في الجيوب، كده تشكيل. طيب لأنه دعاهم للمسكنة، وحتى حفظوا عنه إنما جئت لخراب الدنيا وعمار الآخرة، أنتوا هنا ما تهتم بالدنيا، البيت بيت الآخرة، أنت تجاهد لإقامة الدين. وبالتالي أصبحت يعني حتى المهدي ذاته مات في أوضة أنت تلمس سقفها بيدك، بصيرة جدا، وكان مفترش برش على الأرض. بعد ذاك أصبحت هذه ثقافة، يعني ناس أم درمان متمدنين جدا ثقافيا في الشعر، في الغناء، في المأكل، في الملبس، في كذا في كذا في كذا. لكن البيوت ما بدأت تصلح حالتها إلا قريبا، هاي تجي إلا صالتها قريبا جدا. طيب هذا النمط الحقيقة أنا ذكرته لأنه أم درمان بتمثل المدن السودانية القديمة مع إضافة هذه المسكنة. يعني سنار ما كانت فيها مسكنة، كانت فيها قصور وكان فيها كذا، لكن في أمر واحد اللي هو أكانت تفتقر إلى المخطط الممتاز الصحي. مخطط ما ترف المدينة، التخطيط مبني على كفالة صحة البيئة بالنسبة للمدينة. فأم درمان كانت مفتقرة إلى التخطيط أي افتقار، ولا زال التخطيط مستمر في أم درمان. طيب أم درمان نحن ذكرناها لأنه بتضع جنبا إلى جنب صورتين، صورة للمدينة السودانية التقليدية اللي هي تراكم التجربة فيها عبر سنار عبر كذا لغاية ما وصلنا إلى المهدية، والمدينة التي ستنشأ حديثا. لأن المدينة التركية نفسها اللي تهدمت في المهدية كانت ماخذة نمط المدن السودانية القديمة، لأن نص التخطيط الصحي الممتاز وارد أوروبا. البلاد المشرقية بأسة جدا في تخطيط المدن، المباني المفردة ببنوها جيدة، يبني التاج محل، يبني مسجد الرفاعي، يبني كده روعة في العمارة، لكن الشارع مباشرة لا يشبه المسجد، وصحة البيئة متدنية. في سنة 1908 كان مفتش أم درمان
اسمه جاكسون. طيب. فكتب عن السودان كثير، وفي كتاب اسمه سودان دايز اند ويز كتب عن كل بلدة اشتغل فيها كمفتش. فأول عمله كان في مدينة أم درمان، كتب مقال عن أم درمان، عنوان المقال لندن of the 14th century، لندن في القرن الرابع عشر. وقال في الأول مع أن المسافة قال من الخرطوم إلى أم درمان على الأرض 6 أميال، هي بحساب الزمن 6 قرون. الخرطوم قال اليوم، شوف 1908، الخرطوم اليوم تنتمي إلى أسرة مدن القرن العشرين المتقدمة، فيها كل أسباب الحياة المدنية اللي بيلقاها أي إنسان من أي مدينة. أما أم درمان فقال تعيد إلى ذاكرته الكتاب، كاتب واحد اسمه لندن in the 14th century، واحد كاتب كتاب، فأخذ منه مقتطفات، حال السوق، حال كذا، حال كذا. قال شيل المقتطفات دي وأمشي طوف في أم درمان، حتشوفها في الواقع الحياة. في سنة 1909 وجدت صحفي فرنسي زار السودان وكتب عن السودان كتيب، وكتب عن أم درمان. والباب الذي كتبه عن أم درمان عنوانه باريس السودان، Paris of the Sudan. ليه؟ قال لأنه أم درمان تعني بالنسبة للمواطن السوداني ما تعنيه باريس بالنسبة للمواطن الفرنسي، هي قمة الثقافة والحضارة والتمدن أم درمان 1909. أي شاب في الأقاليم يتمنى لو تتاح له فرصة أنه يلقى شغل في أم درمان عشان يلتحم مع مجتمع أم درمان ويعيش في الوسط أم درماني. وأي بنت في الأقاليم تتمنى أنه يوم زواجة جهاز العرس حقها يأتيها من سوق أم درمان ما من سوق الخرطوم. فهي في ذلك الوقت المثل الأعلى بالنسبة للثقافة والحضارة. لكن هذه الصورة ظلت متلبسة في أذهان الناس وظللنا ننميها، لأنه نكرر عاصمة الثقافة السودانية أم درمان، عاصمة الثقافة السودانية أم درمان، عاصمة الثقافة السودانية. طيب، بالتالي أصبحنا لا نبالي بالمشهد المدني، لا نبالي بالمشهد المدني، لأن الصورة الجميلة عندك هي أم درمان، الصورة الصحية هي أم درمان. مع أنه نحن نعرف أنه مثلا لغاية الآن النظام في أم درمان مختل، لكن ده بسموه في السايكولوجي كونديشنينج، اللي هو أنت ربيت الذهنية على أنها تحب هذا المشهد، تحب هذا المشهد. طيب، والنتيجة أنه المغروس في النفوس من حب هذا المشهد، أنا أتكلم فقط ليس عن المجتمع بالمناسبة، أحياناً تتكلم هذا الكلام بعض الناس يعتقد أنك أنت تقدح في سلوك الإنسان المدرماني. أبداً، فعلاً سلوك الإنسان المدرماني هو القمة بالنسبة لسلوك المواطن السوداني. جميل. لكن نحن نتكلم عن المشهد العمراني، وإن كان طبعاً المشهد العمراني هو جزء من السلوك الإنساني، وجزء من السلوك الإنساني تقبله وعدم تقبله. فقال يعني إنه لما أنت تمشي أحدث الأحياء، ما وقر في النفوس من حب هذا المخطط المتخلف كان له مردوده السالب على تكوين الشخصية في هذا المنحة من النواحي، شخصية في الذوق المدني العمراني. كيف؟ لما جينا لأحدث المخططات الآن الموجودة في الخرطوم أو في أي مكان، بتجد فيها تكرار لشوارع المهدية في أم درمان.